لمزيد من التفاصيل بينضم إلينا عبر الهاتف المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات. مساء الخير باشمهندس، أهلا بحضرتك معانا. لو تشرح لنا أكتر الأسباب اللي خلت فيسبوك يشعر أنه في خطر ما، وبالتالي يعني يزيل 31 حساب و25 صفحة وحسابين على إنستغرام. طبعا في البداية بمسي على حضرتك وعلى سائر المشاهدين، ولكن الأرقام اللي هم قالوا إن هم قفلوها 21 صفحة و30 والأرقام دي، أنا أعتقد إن دي أرقام هزيلة، ولكن دي بداية قوية لحاجات جاية. المفروض إن هم يستمروا على نفس الموضوع ده ونفس النهج، لأن ده بيتعارض مع سياسة المنصة بيهم، يعني هم نفسهم اللي بيقولوا الكلام ده يتنافى مع سياسة المنصة. ولكن إيه اللي خلاهم في الفترة دي ممكن إن هم يتحركوا بشكل قوي؟ لأن تلاحظ في الفترة الأخيرة، وده شفناه طبعا في الانتخابات الرئاسية، تم استغلال منصات التواصل الاجتماعي لبث معلومات مغلوطة على تويتر، وبالتالي بدأت المنصات دي تفقد مصداقيتها، وبالتالي ده سيؤثر عليها ماديا من خلال الإعلانات اللي بتتعمل عليها ومن خلال مشاركة الناس، وهيأثر عليها في البورصة وعلى سمعتها. فكان لازم إن هم يتحركوا بشكل ما ويبتدوا يقفلوا المحتوى اللي هو يتنافى مع سياستهم أصلا في الأساس. وأعتقد إن الفترة اللي جاية ستشهد مواقع التواصل الاجتماعي تغير كبير جدا في السياسات وتطبيقها، ولكن أتمنى إن يكون ده من خلال حاجات أوتوماتيك أو ذكاء اصطناعي يتعرف على المحتوى على طول، وما يبقاش بس من خلال البلاغات اللي هي الناس بتقدمها، لان في الوقت الحالي غلق المحتويات بيبقى من خلال بعض البلاغات اللي الناس بتقدمها على الصفحه متكرره، فيبتدوا هم يقفلوا الصفحه او الحساب. يعملوا ريبورت. طيب خليني اسال حضرتك على الجمله اللي وردت الحقيقه في سبب انه فيسبوك يقفل الاكونتس دي، بيقول لانتهاك سياستها ضد تدخل الاجنبي المنسق نيابه عن كيان اجنبي. وقال كمان انه تشغيل هذه الشبكه من قبل افراد في مصر بيدعوا انهم يعني او بيتظاهروا بانهم اشخاص محليين في البلدان اللي تم استهدافها. ده معناه ايه؟ يعني ده معناه ان فيسبوك شاف انه في ناس بتدعي انها مصريه مثلا وهي مش مصريه، هي في مكان تاني؟ ده بالظبط يا فندم. الحاجات دي بيتم انشائها من خارج حدود الدوله المصريه، ولكن بيقدروا ببعض الاساليب ان هم يقولوا ان هم في مصر، بدليل ان الفيسبوك نفسه طلع في البيان بتاعه وقال ان الحاجات دي تم تمويلها بعملات قطريه وعملات تركيه وحاجات من هذا القبيل. ففكره المواقع دي ما هي موجوده من زمان، والانتهاك ده بيحصل بقاله كتير وبنعاني منه في مصر وغير مصر بقالنا سنين. ايه اللي خلى فيسبوك دلوقتي يتحرك؟ ان الموضوع بدا ياخد حيز كبير، بل بالعكس بدا كمان يؤثر على السياسه الامريكيه بشكل كبير، وكلنا شايفينه متابعين اخبار الانتخابات وما يحدث على السوشيال ميديا واستغلالها لمرشح دون الاخر. فده اللي خلى سياسات الفيسبوك تبتدي فعليا تطبق اللي هي بتقوله، لان اللي هي عملته ده مش كلام جديد، هي قايله ده في سياستها على المنصه هي وكل المنصات بتاع التواصل الاجتماعي. الجديد ان هم بداوا يطبقوا اللي هم بيقولوه. طيب ما في نقطة كمان باشمهندس، يعني إذا اتقفل حساب هيتفتح قدامه أكيد غيره، يعني إيه اللي يحصل؟ إيه اللي المفروض يطبق علشان يعني إذا اتفتحت حسابات تانية برضو يتم التعامل معاها بهذا المنطق؟ وهو ده السبب برضو اللي عشان قلت لحضرتك إن عدد الحسابات هزيل جدا، 20 و30 حساب دي مش أرقام، لكن لما أسمع أرقام بقى بالعشرات وبالمئات وبالالافات اقول دي ضربه موجعه قويه. فيجب ان هم يكون عندهم الاليات اللي هي السوفت وير او الذكاء الاصطناعي اللي يقدر يتعرف على المحتوى بشكل مباشر ويتعامل معاه اوتوماتيك، زي بالظبط كده لما حضرتك بتكتبي بوست والبوست ده بيحتوي على بعض الكلمات اللي تتنافى مع سياسه المنصه، الفيسبوك بيحضر حضرتك في ساعتها اوتوماتيك من غير بلاغات ومن غير اي حاجه. فيجب ان هم يفعلوا الحاجات دي بشكل يعني أصلاً. حضرتك بتقول انها عندهم البرامج دي عندهم والسوفت وير عندهم بس مش بيطبقوه. بيطبق جزئيا في بعض الحاجات لما حد بيكتب كلام تكست ريل تكست، لكن في حاله احنا شفنا الحقيقه صور. بما انه حضرتك اشرت لنقطه الانتخابات الرئاسيه في امريكا، شفنا تويتر بيحط علامه تحذير على معظم تغريدات دونالد ترامب، فبالتالي يعني وارد كمان انه فيسبوك يطبق الفكره دي بس على نطاق اوسع. بالظبط يا فندم، والمفروض ان ده يطبق على كل المنصات مش بس على الفيسبوك، يبقى على كل منصات التواصل الاجتماعي، وكل اللي احنا بنقوله ده هو سياسه عامه عند كل المنصات، احنا ما بنقولش حاجه غريبه. ان دعم للارهاب والحاجات اللي بتتعرض على العنف والكلام ده كله ده من ضمن سياسات المنصات، فليه هم بيطبقوه بس من خلال الريبورت؟ وعايز اقول لحضرتك ان مش كل الريبورتات بيتم التعامل معاها بشكل جيد، وبيتم غلق الصفحات على الرغم انها بتحتوي على تهديد صريح او تهديد للامن القومي للبلاد صريح او ارهاب بشكل. طب ليه يا باشمهندس؟ تفسير حضرتك ايه؟ الحاجات دي كلها يا فندم في الاخر يعني بيتم دعمها بناء على سياسات داخليه للمنصه وسياسات للدول اللي موجود فيها المنصات دي.
يعني بس يعني الموضوع في الاخر بيبقى يعني ليه معنى. تويتر لما يحذر من تغريدة للرئيس الأمريكي شخصيا، يعني صحيح فبدل تويتر حاجة تويتر غير اللي فيسبوك، بيحذر، بس أقصد يعني إنه تويتر بيعمل كده في الرئيس الأمريكي، فهل في نفس فيسبوك ما الوقت تقدرش يا تعمل؟ فندم، في نفس الوقت اللي بيعمل فيه كده، واكيد حضرتك شفتي وتابعتي خلال شهر 9 اللي فات وشهر 10 ان تويتر كان من اكثر المنصات اللي بيتم تداول عليها شائعات واخبار مزيفه وحاجات بتحرض ضد الارهاب، وتويتر ما عملش حاجه. وبعدين في الاخر خالص بعد ما اشتدت الموجه عليه بدا يقفل بعض الحسابات اللي بتنشر الكلام ده. ففكره ان هو بيقفل ايه وما بيقفلش ايه، في الاخر هو بيتبع سياسات معينه تتماشى مع سياسات الدوله او هدف الربح، لان هم في الاخر اللي يهمهم الربح بغض النظر عن اي اعتبارات اخرى. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا، المهندس وليد حجاج خبير أمن المعلومات.